السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود مرة أخرى لمراقبة الفراولة. طبعا يا إخوة، الحمد لله رب العالمين، اجتهدت وعملت مادة أو مخلوط من مواد معينة نوعا ما، ليست رخيصة الثمن، غالية الثمن، ووضعتها على نظام الهيدروبونيك على نبتة الفراولة. وفي الحقيقة وجدت بعض الفروقات اللي إن شاء الله تكون يعني مميزة. يعني بناخذ أي نبتة، مش شرط نبتة معينة. هلا الورقة هذه عندما اشتريت الفراولة كانت صغيرة، شايفين يا إخوة، انظروا إلى هذه الورقة القديمة. تمتاز الورقة الجديدة بسماكة الساق، قوة الأوراق، يخضور بشكل ممتاز جدا، والورقة الجديدة كذلك. لو لاحظنا فين يا إخوة، أي نبتة، انظروا هذا الساق الجديد، انظروا يا إخوة اللون، انظروا اللون، كيف اللون الجديد وانظروا كيف اللون القديم، انظروا يانع أخضر قوي، الورقة الجديدة قوية جدا، الحمد لله رب العالمين. أي ورقة، انظروا إلى هنا، هذه الأوراق القديمة وهذا الورق الجديد. كذلك هنا، انظروا هذه الأوراق القديمة وهذه الورقة الجديدة. الآن هذا الفراولة يا إخوة المفروض تكون نسبة الحديد في المغذي أقل بالثلث من نسبة المغذي الطبيعي، للمعلومة. انظر هذه أوراق جديدة يا إخوة من داخلها. نحن الآن في فترة مراقبة، كما عودناكم لن نحسم الأمر إلا عند التجربة، لن نحسم أمرها إلا عند التجربة. إلى الآن ممتاز الوضع. هذه زهرة، إن شاء الله الأمور تكون تحت المراقبة بشكل مستمر. شايفين يا أخوة، يعني حتى انظروا إلى الأوراق القديمة كيف الأوراق الجديدة. طبعا نظام الفراولة بشكل عام يا أخوة، اللي بيحبوا يعملوا فراولة، أول شيء الفراولة ما بدنا إياها تظهر على الشمس. يعني هلأ هون أنا مركبين شادر أبيض اللون، بيعمل ظل، بعطي حرارة بس بيعمل ظل. مش لازم تكون الفراولة مباشرة لأشعة الشمس، إضاءة LED طبعا يجب أن نريحها، يعني نريحها أقل شيء 5 6 ساعات، مش لازم يكون عندنا الإضاءة بشكل مستمر، لا بنريحها 5 6 ساعات. إن شاء الله النتائج ستكون جيدة بإذن الله الواحد الأحد. طبعا يا إخوة هذا يقيس درجة حرارة الماء بالدرجة العادية والدرجة الفهرنهايتية. إن شاء الله الأمور على حسب ما أنا شايفها بإذن الواحد الأحد، تمام إن شاء الله. سنراقب الفراولة كثيرا، لأنه كثير من الإخوة بتهمهم زراعة الفراولة. إذا نجحت الفراولة إن شاء الله
سأعتمدها كنظام للآخرين، إذا لم تنجح بنجرب محاولة تانية لما إن شاء الله تنجح معنا. طبعا من شروط الفراولة يا إخوة، كما سألنا الإخوة كثيرا، يعني دائما لا نستغني عن المهندسين الزراعيين، وخصوصا حبايبنا في الجروبات، نسألهم، نسأل واحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة عديد لنتوصل لشيء معين. الفراولة كما قال لنا الإخوة، النظام المائي مرة مرتين في اليوم. الفراولة كما قال لنا الإخوة شاورناهم، تحتاج إلى مكان مكشوف حتى تتلقح الأزهار. كما قلنا مكان في ظل، يعني يكون في شمس ولكن تحت ظل، يعني يكون في شيء يحجبها. شايفين يا إخوة كيف شكل الورقة؟ رائع. طبعا يعني ما تنظروا، هذه ورقة جديدة، هذه ورقة قديمة، يعني هذه ورقة قديمة أيضا، ورقة الجديدة هذه الذي أنا تهمني، هذه اللي بتهمني أنا، يعني اللمعة فيها بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا نرجع هلأ، بنحمل كاسة فراولة، اختار هذه على سبيل المثال معبأة بالتوف. فيني يا إخوة، حتى اللي بده يزرع فراولة يقلد هذا الشكل. الكأس المفضل أن يكون غامق اللون، ولكن لم يجد صعوبة، كثير من الدول ليس لديها مصانع لإنتاج الكاسات التي توضع في نظام الهيدروبونيك، فإحنا بنحاول إشي تاني. ما بينفع انه والله نوقف على نقطة واحدة ونقول والله مع الناس كسات بدنا نوقف المشروع، ما بينفع. الماء كالمعتاد الثلث، تايمر يعني بنشغل التايمر مرة او مرتين في اليوم. من المفضل ان يكون، انا بالنسبة لي المفضل ان يكون نهاري، مفضل ان يكون نهاري، ليلي يكون طافي، لأنه الليل بيكون يعني رطوبة ومشبع بالأكسجين بشكل عام. يعني نظرة إن شاء الله يكون بها فائدة. طبعا يا أخوان للمعلومات، هاي مثلا هذه زهرة تلزمناش تشيلها هلأ، زهرة الفراولة. هلأ بجوز في كثير ناس تأثرت قالت يا أبو أيهم ليش تقطف الزهرة، لا بدنا نقطف الزهرة، بس أنا هون مخلي الحبة هاي يعني قلنا حرام نكسر بخطرها، خليها. فإذا إحنا خلينا الزهر معناها النمو الورقي راح يكون أضعف، فمن المفضل أن نزيل الزهرات بشكل عام، لأنه بدناش المادة. المادة على فكرة في الزهور يا إخوة، أنتم بتعرفوا لما تمتص العناصر كلها، يعني الفائدة في 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 في, في النمو بتروح، فلا بنشيلها. نقول خسرنا حبتين فراولة، لا ما خسرنا، إحنا بهمنا النمو يطلع كثيف ومن ثم تزهر وثم تطلع. يعني في ناس بخلوها، ليش بتخلوها؟ طب ما انت بتضعف النبتة، معلش هي احنا اشتريناها شتلة، معناها هم مزبطين الموضوع عشان لما يشتروا او يشتري زبون من عندهم يشوف والله هي ملانه فراولة، يجي ينغش مسكين يحطها في النظام عنده تموت. لا احنا لا، بدنا نشيلها عشان يقوى النمو الورقي وتصير الامور ان شاء الله افضل بالنسبة للنبتة. الاملاح في الفراولة يا اخوة يعني لا تتعدى، يعني ما تخلوها تتعدى 1200 1300 بالكثير. نبداها بالألف، نخليها 1300، منزيدها بعد فترة
لما تصير الأوراق كثيفة إن شاء الله بنزيدها لحد 1500، إن شاء الله ما بكون في بأس. طيب يعني هيك إن شاء الله نكون قدمنا مادة دسمة عن الفراولة، وإن شاء الله يا أخوة بإذن الواحد الأحد راح نحط صحن فراولة من هذا النظام المتواضع أمام أعينكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.